يستمر الوضع الإنساني بالتدهور نتيجة الحرب التي تشنها الميليشيا في البلاد. انقلاب الميليشيا وفرض سلطتها على معظم مفاصل الدولة انعكس سلبا على حياة المواطنين هناك، الأمر الذي أدى إلى تفاقم أوضاعهم المعيشية والصحية. فبعد نحو عامين ونصف من انقلابها، أدت سياسات الميليشيا إلى تفشي ظاهرة الجوع وسوء التغذية، مع انتشار كبير لوباء الكوليرا الذي أودى بحياة أكثر من 1600 شخص. منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جيمي ليدريك أكد أن استمرار انتشار الكوليرا يضر بقدرة الناس على التحمل والمرونة حيال أي أزمات مستقبلية، وخصوصا المجاعة المحتملة التي تهدد ثلثي السكان. وكانت منظمات أممية قد حذرت من أن استمرار الحرب قد يفاقم بمشكلة انعدام الأمن الغذائي في البلاد، والذي يعاني منه أكثر من 17 مليون شخص. وعلى الرغم من حجم المساعدات التي تقدمها منظمات المجتمع المحلية والدولية، إلا أنها تبدو غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المتضررين الذين يتزايدون يوما بعد آخر، وهو ما ينذر بكارثة حقيقية في البلاد.